كنا عايزين نسأل سيادتك النهارده، احنا موجودين في محطة العتبة وعايزين نسأل سيادتك عن المبادرة اللي بيقدمها مترو الأنفاق لأول مرة، تقديم تذاكر مجانية هدية للراكب. هي والله هي الموضوع في حد ذاته تحفيز كويس، ودي مبادرة يعني وإن كانت بسيطة لكن هي بتشجع المواطنين على ركوب المترو. تمام، المترو دلوقتي منتظم، في خدمات بتقدم، يكفي ان هو محافظ على موضوع السلامه الطبيه علشان مرض كورونا، ارتداء الكمامات والانتظام فيها وعدم السماح لاي راكب بدون ارتداء كمامه انه يركب المترو، دي برضه حفاظا على صحته وصحه الاخرين. ده كل شيء كويس في المترو، ودي مبادره كويسه جدا. تمام، المترو الانفاق انجاز من انجازات مصر طبعا، شيء جميل لأسأل أي مواطن مصري إن في تطوير بشكل مستمر سواء للعربات أو للماكينات، حتى الأنظمة الجديدة التعامل الإلكترونيا دلوقتي عن طريق كارت الشحن الجديد اللي أنتم وفرتوه بدل الانتظار على الشبابيك والزحمة، وعشان حتى يقلل كمان فرصة حدوث احتكاك ما بين الناس في عدوى كورونا. فالأفضل طبعا التعامل الإلكتروني، وكل الدول عامة المتقدمة تتجه دلوقتي إن يبقى التعامل إلكترونيا عن طريق فيزا أو عن طريق الدفع المسبق يعني. فدي حاجة ممتازة ونحيي عليها الدولة. كنا عايزين برضو نعرف رأي حضرتك عن المبادرة الجديدة اللي بتقدمها شركة مترو الأنفاق من خلال تقديم هدايا لجمهور الركاب زي كارت محفظة التذاكر اللي تقدمت لحضرتك. دي حاجة كويسة جدا، وهو اتجاه جميل من الشركات الخاصة التابعة دلوقتي الحكومة في تقديم عروض وهدايا، بما إنها شركة أصلا تبع المؤسسة الحكومية. حاجة كويسة جدا ولفتة منها كويسة، تشجع المواطن على استعمال المترو بشكل افضل واحسن. هي وسيله يعني سهله ومفيش طبعا عن الزحمه، وتبعد عن الزحمه طبعا وزحمه المواصلات اللي بتبقى فوق، وطبعا المترو سهل ان انا بخلص مشاويري بسرعه. تمام، طيب كنا عايزين نعرف من حضرتك رايك في المبادره اللي بيقدمها مترو الانفاق لاول مره من خلال تقديم هدايا لجمهور الركاب زي كارت محفظة التذاكر اللي مع حضرتك. هو طبعا حاجة كويسة، مبادرة كويسة ان الواحد يقدر يعمل حاجة زي كده. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا وحضرتك نورتينا يا فندم. طبعا انا شايفه ان هي مبادره حلوه جدا، وان هي بتشجع ان الواحد يركب. انا شايفه ان المترو ده يعتبر من امن الوسائل ومن اسرعها، وتملي اشوف فيه نظام وسرعه اكتر ومواعيدي تملي على طول مظبوطه من ناحيه المترو الانفاق، امن من اي مواصله ثانيه او اي حاجه ثانيه. انا شايفه ان هي مبادره حلوه جدا وبتشجع، والوقت اللي احنا هنقدم عليه ده وقت بيبقى محتاج لسرعه اكتر، فالوقت بيبقى حاسبينه بالدقيقه بالذات مع المترو. لكن لو اي حاجه فوق الارض حتى لو معانا عربيه شخصيه ما بنقدرش نتحكم في الوقت. فانا شايفه ان الموضوع جميل جدا وانا مبسوطه بيه ومحظوظه ان انا ببقى في استخدامه. شكرا يا فندم، منورتينا ومتشكرين لحضرتك جدا. شكرا يا فندم.